كيفاش ترى الوضع بتاع القضاء اليوم في تونس؟ هناك مرفقان أساسيان في الدولة، هما المرفق العمومي للأمن والمرفق العمومي للقضاء، يجب أن يكون محايدين مستقلين في خدمة الدولة التونسية وليس في خدمة النظام أو الأغلبية أو الأحزاب أو أي شيء أو أي شيء. بالفعل لابد من أن يكون ولو مجال لأي نظام ديمقراطي حقيقي، ولا لحريات حقيقية، ولا لحقوق الإنسان، ولا لدولة القانون والمؤسسات إلا بقضاء مستقل. هناك قضاة شرفاء، ولكن الجهاز بالتأكيد في حاجة إلى أن يكون مستقلا، في حاجة إلى أن يكون بعيدا عن هذه التجاذبات. يعني الجهاز بتاع القضاء اليوم يحتاج المراجعة. نعم يحتاج إلى مراجعة، ربما يعني سوف تأتي العوام القادمة أو نتمكن من فتح الكثير من الملفات. لكن لاحظ يعني لماذا لم تفتح هذه الملفات؟ لماذا تأخرت العدالة التي تسمى انتقالية؟ لو فتحت الملفات بما في ذلك داخل قطاع القضاء لما حصل هذا الذي يحصل في كل المجالات. لكن للأسف أنشئت وزارة لحقوق الإنسان وللعدالة الانتقالية لتضع مشروع قانون لم تتم المصادقة عليه بعد أكثر من سنتين يعني من قيام هذه الوزارة، ولا يبدو أنه سيتم المصادقة عليه على نظر المدة التي ولو تمت المصادقة عليه بهذا الشكل، هل سيحقق العدالة المرجوة؟ كيف يمكن أن نتحدث عن انتقال ديمقراطي في حين أن هذه الملفات لا زالت مغلقة، لا نعرفها، لا نعلم ما حصل في القضاء؟ مثلا قيل في وقت من الأوقات تم أبعاد عدد من القضاة، لم يمكنوا ربما من الدفاع عن أنفسهم، ولكن إذا كانوا قد اتهموا بالرشوة أو بالفساد فمن استفاد من الرشاوة التي تلقوها؟ لماذا لم تفتح هذه الملفات؟ لماذا لا نعرف الحقائق؟ يعني تم رفضهم وتم إبعادهم، قد يكونون تم إبعادهم لأسباب أخرى لا نعلمها، لكن لو كانت هناك بالفعل دوائر تنظر في هذه القضايا وهذه الملفات لما حصلت التجاوزات المتعلقة والتي يمكن أن تتواصل اليوم. للأسف يعني لا يمكن أن نحقق الانتقال الديمقراطي كما يسمى إلا بعدالة انتقالية. عدالة هي المقدمة الأولى والضرورية والطبيعية لأي انتقال. يعني هم يريدون حتى تنظيم الانتخابات في ظرف 6 أشهر. طيب والوضع على ما هو عليه اليوم، ويستفيد منه الكثيرون، حتى من كان يمكن أن يكونوا أمام هذه الهيئات القضائية للمحاسبة، ولا هم فعليين معناه. نعم. هل تعتبر أنه ممكن هذية لفسر التوتر المستمر في العلاقة بين أطراف سواء حكومية وقضائية أو بين أطراف قضائية وأخرى غير قضائية؟ أو ربما توتر مفهوم إلى حد ما، توتر طبيعي إلى حد ما، لكن التوتر هو نتيجة غياب الوضوح في الخطاب السياسي، ونتيجة لغياب الوضوح في بعض الممارسات التي تقع من قبل السلطة التنفيذية على وجه الخصوص. لكن أفهم يعني نحن نعيش في مرحلة فيها الكثير من الاضطراب ومن عدم الوضوح، أفهم هذا التوتر، ولكن لا يجب أن يتواصل، لا يجب أن يستمر. لو أرادوا بالفعل أن نبني نظاما ديمقراطيا تكون فيه السلطة وطنية، يجب أن نبني على أساس سلطة قضائية مستقلة بالفعل، سلطة مستقلة لا يعني أنها لا تحاسب، أو إذا حصلت تجاوزات لا يعني تغييبا لأي إمكانية للمحاسبة، ولكن الأساس هو سلطة قضائية مستقلة. اليوم السلطة القضائية ما هيش مستقلة، لا أتهم أحد بذلك، ولكن لا يبدو أن إذا كان ثم التوتر. نعم هذا التوتر يعني هناك صراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، والصراع يرجع في أصله إلى صراع سياسي. نعم هو صراع سياسي.
أذكر حتى يعني أبين المرفقين الأساسيين وأهمية الأمن والقضاء في كل دولة. في مصر حينما كانت الهيئة العليا للقوات المسلحة هي التي تتولى إدارة شؤون الدولة، طالب رئيس الحكومة المعين آنذاك الجنزوري من المشير الطنطاوي أن يمكنه من صلاحيات واسعة للحكومة. قال له بالحرف الواحد: خذ ما تشاء باستثناء الأمن والقضاء. بل طبيعة الحال رسالة واضحة يعني الأساسيين اليوم بالنسبة لأي لنبني نظاما ديمقراطيا يجب أن يكون هناك فصل تام بين السلطات، وقبل الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فصل بين السلطة السياسية والسلطة القضائية. نعم. الوضع الإعلامي كيفاش يراه اليوم الأستاذ قيس سعيد؟ هو انفجار إعلامي، انفلات إعلامي في كثير من الأحيان. هناك حرية التعبير، ليس هناك أي شك، ولكن للأسف لم نكن نتمتع بهذه الحرية، حرية التعبير. كنا ربما نتهامس حتى داخل البيوت، ولكن كنا نتمتع بحرية التفكير. والخطر في تونس بالفعل هو أنه يهيئ لنا أننا نتمتع بحرية كاملة في التعبير، في حين أننا لا نتمتع بحرية التفكير. فكأنما صار المواطن إما مع هذا أو مع ذاك. اعتقلنا الفكر في دائرتين، إما في هذا الاتجاه أو في الآخر. الفكر الحر وضع رهن الاعتقال، إما أن لك مرجعية معينة، وأما أن لك مرجعية تعارض المرجعية المعينة الأولى. وهذا هو الخطر. ثم كماشة إيديولوجية. نعم كما وهذا فضلا عن أن بعض الذين يتدخلون في وسائل الإعلام لا يتدخلون أيضا من قبيل الصدفة، ولا يصنعون الأحداث من قبيل الصدفة، ولكن يصنعون الأحداث لخدمة أطراف لا نراها اليوم ولكن يمكن أن تستفيد في المستقبل. يعني وهذا أيضا من بين الأخطار التي يمكن أن تتهدد تونس، لأن المستفيدين من هذه الحرية هم الذين سيكممون هذه الحرية في المستقبل. يعني الحرية هي حرية التفكير قبل أن تكون حرية التعبير، ولكن حينما يعتقل الفكر يهيئ لنا مرة أخرى أننا نتمتع بتعبير حر عن طريق وسائل الإعلام. هذا فضلا للأسف عن التجاوزات التي تقع من حين لآخر في هذه الوسائل. معناها هنا أستاذ قيس سعيد لخصوا على الأقل النقطة هذه، لأنها نقطة في واقع الأمر سرعة الانتباه، أنه يهيئ للناس. نعم. كأنه الإنسان يتمتع. نعم. حرية، لكن في واقع الأمر حرية في القول في التعبير. نعم. لكن على مستوى الفكر هناك نوع من الاعتقال. نعم. ثم يعني نوع من التضييق. نوع من التضييق خطر يزم يتصنف هكا ولا يتصنف هكا. نعم. وهذه القضية يزم يتصنف إسلامي ولا يتصنف غير إسلامي. غير إسلامي. كان هذه القضية، كانوا نحن مسلمون، يعني أقولها دائما، نحن مسلمون وشعبنا في أكثره مسلم. هذا اختيار، وهذه قضية اختيار من التونسيين، أكثر التونسيين مسلمون. لماذا يعني تطرح هذه القضية، قضية الكفر والإسلام؟ الإسلام أقدم من كل هذه الحركات والمرجعيات. لم ينزل الإسلام في سنة 2011 في تونس. نحن مسلمون ونعتز بأننا مسلمون، ولا يمكن أن تكون هذه القضية. القضية هي قضية اقتصادية واجتماعية، القضايا بطبيعة الحال الحرية، ولكن القضايا تم الانحراف بها عن مسارها الأصلي، وتم وضع قضايا أخرى مفتعلة حسمها التاريخ، ولا يمكن أن تغير لا نصوص الدساتير ولا نصوص القوانين، لا من هويتنا ولا من اختياراتنا. يعني لماذا لم تطرح إلا في ظل الدولة الوطنية، يعني أو ما يسمى بالدولة الوطنية، قضية الهوية؟ لماذا لم تطرح قبل ذلك؟ للأسف يعني حتى في ظل الحماية لم تكن مطروحة مسألة الشريعة في تونس، مجلة الأحوال الشخصية أو مجلة العقود والالتزامات التي يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين، تم وضعها من قبل عددا من بناء على ملاحظات عددا من شيوخ جامعة الزيتون. يعني ليست قضية مكنش مطروحة يطرحونها وبمنطق الوصاية، ولكن لأغراض مبيتة معروفة، لكن من الأطراف كلها. أما أن تكون هكذا وأن ليس لك وجود، يعني بأي حق ينصب أي كان نفسه وصيا على الآخرين؟
هذه القضية لم يستبطنوا بعد فكرة الحرية أصلا، هم يدعون أنهم يناضلون من أجلها، ولكن في بعض الأحيان هم من ألد أعدائها، حتى الذين يدعون بأنهم يدعون إلى للحرية والحرية الغربية، أما أن تكون هكذا وأما فليس لك وجود. معناها هنا عملية إقصاء أكثر من عملية نعم عملية إقصاء عملية يجب أن يقبل بالتعايش مع الآخر، مع الفكر الآخر، مع الاختيار الآخر، ويجب أن يقبل بأن يتم تنافس على السلطة تنافسا سلميا، وأن يتم تداول على السلطة، ليس لأي كان أن ينصب نفسه وصيا أو قائدا، أما أن تتبعني وإلا مكانك الاعتقال أو الرفض. نعم. إذن أستاذ مش نجي الآن النقطة متصلة بالوضع النقابي ودور المنظمات المدنية في رعاية الحوار اللي يبدو أنه ما زال اليوم متواصل، سنتعرف إلى ذلك بعد هذا الفصل. سي قيس، هنا طرحت دور المنظمات المدنية في الحوار الوطني، لكن في نفس الوقت حبيت نسجل ملاحظة: استمرار وتيرة الإضرابات، بل برملت جدول ثم برمجة متاع جدول يعكس نسق تصاعدي. على سبيل المثال، هنا منذ يومين ثلاثاء 19 نوفمبر 2013، القضاة في إضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية، إضراب القيمين بكافة مؤسسات التربوية يومي 21 نوفمبر، إضراب قطاع الصحة يوم 27 نوفمبر 2013، دخول أساتذة الجامعيين في إضراب عن العمل يوم الأربعاء 4 ديسمبر، شركة النقل بين المدن إضراب عام في كل الخطوط أيام 2 و3 و4 ديسمبر، إضراب عام في قطاع الشباب والطفولة يوم 13 ديسمبر، إضراب في قطاع النقل برا وبحرا وجوا يوم 13 ديسمبر. هنا لا زال الأمر متواصل، كيفاش تلاحظ مثل هالوتيرة في نفس الوقت الحوار والتزام الحوار؟ لأنه بالفعل مرة أخرى أعود إلى لا للحوار، ولكن إلى المرحلة الانتقالية الأولى، حينما بدأت الاستجابة لعدد من المطالب في الترفيع في الأجور، يعني تقريبا منذ أواخر جانبي 2011، يعني صرفوا الأنظار عن المهمشين وعن العاطلين عن العمل، وكأن القضية صارت قضية نقبية. يعني هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم، فضلا عن الوضع السياسي الذي يمكن أيضا أن يفسر هذه الإضرابات المعلنة، يعني تعود إلى الانحراف الأول، المطالب الاقتصادية والاجتماعية، زيادة في الأجور، وضع اتفاقيات حتى في نهاية المرحلة الانتقالية الأولى مع عدد من النقابات للترفيع في الأجور، فكأن القضية صارت في تونس قضية نقبية. هذا فضلا أيضا عن أن هذه المطالب جاءت في إطار هذا الصراع داخل الحوار الوطني وداخل المجلس التأسيسي وبين الأغلبية والمعارضة. نعم، هناك سلسلة من الإضرابات لمطالب نقبية يمكن أن تكون مشروعة أو يمكن أن تكون مفهومة، ولكن لأنها بدأت منذ الأسابيع الأولى لسنة 2011 وتتواصل إلى حد هذا اليوم، للأسف يعني يمكن أن تكون هناك أطراف تسعى إلى الاستفادة من هذه الأوضاع استفادة سياسية، ويمكن أيضا أن تكون وسيلة ضغط على السلطة القائمة يعني لكن السلطة القائمة نعم. هي في حكم المستقيلة، هي في حكم المستقيلة بعبارة أخرى، أنه إحنا نستناه فقط في أنه يطلع لنا هلال رئيس الحكومة الجديد، وماذا سيفعل رئيس الحكومة الجديد ليطبق صفقات أو لينفذ اتفاقات بين الأحزاب التي قبلت بالمشاركة في هذا الحوار؟ يعني ماذا يمكن أن يفعل؟ ربما نأتي إلى هذه المسألة بعد قليل حول اختيار رئيس الحكومة الجديد، كانه سيقدم لنا على أنه هو الرجل الذي سيفتح كل أبواب الخير للوطن وسيتولى تمكين التونسيين من كل مطالبهم. لكن هاي اللجنة الرأي الحوار قالت مش تعطيه الصلاحيات التامة. لا، ليس للحوار أن يعطيه صلاحيات تامة، الحكومة لها صلاحيات محددة
داخل التنظيم المؤقت للسلط العمومية، هذا فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والأوضاع الأمنية التي تمت الإشارة إليها منذ قليل. يعني الصلاحيات يجب أن تكون محددة بالقانون، وهي محددة بالقانون وسيعمل في ظل هذا التنظيم المؤقت للسلط. يعني القضية ليست في شخص رئيس الحكومة ولا في شخص، لكن اليوم موجودة في شخص رئيس الحكومة. لا، هذه لأن قضية ثقة، يعني كل طرف يتوجس شرا من الطرف الآخر. لماذا يتم الاتفاق على هذا أو يتم الإصرار على هذه الشخصية دون تلك؟ لأن القضية هي قضية الثقة بين الأطراف التي أعلنت قبولها المشاركة في الحوار الوطني، ولكنها تعرف أن الطرف المقابل يتوجس بها شرا، لذلك فأنها لا تريد أن يقع تعيين أي شخص يعني مكان رئيس الحكومة الحالي. يعني هناك أزمة ثقة عميقة بين الأطراف المتحاورة، لذلك ترى أن الحوار الوطني ما زال يراوح مكانه، كل طرف يصر على هذه الشخصية. ماذا تفعل؟ ماذا يمكن أن تقدم هذه الشخصية؟ هل يمكن أن تحل كل هذه المشاكل؟ لا يمكن. لكن نعم. إذا كان أستاذ قيس، إذا كان من بين الضمانات المقدمة لي أنه لا إضرابات، لا تعطيل، بالعكس مشيق العون. هذا تقريبا في جواب عن سؤالك منذ قليل، لا إضراب لا تعديل، أما أن تقبل برئيس الحكومة هذا، وأما هناك سلسلة من الإضرابات يعني في ذلك الوقت. يعني ولاحظ كيف يوظف العمل النقابي من أجل العمل السياسي، مع احترامي بطبيعة الحال لكل النقابيين ولدورهم ولتاريخهم ولنضالاتهم، ولكن تقبل رئيس الحكومة ليس هناك إضرابات، تقبل بهذه الشخصية ليست هناك إضرابات، لم تقبل هناك إضرابات. الأمر يتعلق هنا بوضع سياسي وليس بوضع نقابي. معناه شلل في الأفق لحركة النقل على مستوى بري وبحري وجوي، وهو بطبيعة الحال بالنسبة إلى النقل يعني هو تقريبا الجهاز التنفسي للاقتصاد، إذا توقف النقل تقريبا تتوقف كل عجلة الاقتصاد. يعني الإضراب في القطاع النقلي وحده يكفي لشل حركة البلاد. معناها كيفاش أنت تلوح بالورقة هذه وفي نفس الوقت تقوم بالحوار؟ هذه الإشكال. نعم، للأسف يعني كان من المفروض أن يقع الفصل بين المطالب النقابية والمطالب السياسية. المطالب النقابية يمكن أن تكون مشروعة، ولكن عوض أن نبني من جديد، لاحظ مرة أخرى كيف أننا لا نبني من جديد، بل توظف هذه المطالب في سبيل تحقيق غايات سياسية. ثم هذا ما حصل بالفعل، الانحراف الأول بدأ منذ جانفي 2011 ويتواصل إلى حد الآن. لكن أستاذ قيس، نعم، باقي ديما تقعد نقطة غامضة. المشكل توا أن القيادات النقابية على أعلى مستوى هي المشرفة والراعية للحوار وتعمل بكل مجهوداتها على إنجاحه، لا كأنه الشعار مرفوع لا فشل في الحوار. نعم. يلزم النجاح. نعم. مهما كانت التكاليف. لكن في نفس الوقت نلقاو موجة متاع إضرابات متصاعدة. نعم. بوتيرة مدروسة في قطاعات خذت شكل تصاعدي إلى أن تصل إلى أكثر القطاعات حساسة. نعم. معناها مفارقة عجيبة في واقع. مفارقة لك بالنسبة اللي تعمل على إنجاحها، طيب ونتمنى لها النجاح والتوفيق في مسعاها، ولكن أنت يعني يقع الالتزام في صورة تعيين رئيس جديد للحكومة، يقع إلغاء هذه الإضرابات في صورة التعيين، تلغى الإضرابات في صورة بقاء الحوار معلقا تتواصل الإضرابات. هنا لابد بالفعل من الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي. الاتحاد العام التونسي للشغل يعني له مكانة كبرى ومكانة هامة جدا في تونس بالأمس واليوم، ويجب أن يبقى غدا. نعم، وأن يبقى قويا، ولكن يمكن أن تؤثر في مكانته مثل هذه الاختيارات. أستاذ قيس، هنا يفسرش الوضع هذا والسؤال مباشر توا، نعم، الاستبعادك بين ظفرين أو عدم ثم تحفظ قدمته بعض الأطراف الترشيح الأستاذ قيس السعيد رئاسة الحكومة، كيف ما ثم شروط اطرحها الأستاذ قيس سعيد في صورة قبوله. نعم. ترشيحه المنصب رئيس الحكومة. عندي يعني جزئين في السؤال. الجزء الأول، ثم تحفظ سجلته بعض الأطراف
ولكن هم الجزء الأول مرتبط بالجزء الثاني، لأنه لما تم الاتصال به منذ أكثر من شهرين لاقتراح منصب رئيس الحكومة، قلت وأقولها دائما وهذه فرصة لأعيد ما كنت قلته في مرات عديدة سابقة، من أنني لا أرغب يعني في تولي أي مسؤولية، لا تعنيني المسؤوليات ولا تعنيني القصور أصلا، ولكن أتحملها من أجل وطني ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وبالواجب. طيب ومن ثلاثة أطراف عكس ما يروج له البعض للأسف أيضا من هذه التجاوزات التي تقع في وسائل الإعلام، من أنني تم تقديمي من طرف واحد، وهذا غير صحيح، فرصة لأكذب وأفند ما قاله. شكون يقدمك الأطراف اللي قدمتك أستاذ قيس؟ والله لا أريد، لأن مشاورات لا انتهت يعني منذ شهرين أو أكثر من شهرين، يعني من ثلاثة أحزاب أحدهما أحد هذين الثلاثة أحزاب في السلطة والحزبان الآخران خارج السلطة. المهم قلت نعم أقبل، ولكن لا أقبل بأن أكون أداة لتنفيذ مشاريعكم، أتقدم ببرنامج أن قبلته الأغلبية طيب، وأما فأن سأنسحب. ما هو برنامجك؟ قلت العدالة. العدالة هي المقدمة الأولى لأي انتقال، لنبدأ بالعدالة الانتقالية ثم بعد ذلك ننظم الانتخابات. وقلت أيضا نفس ما قلته في البداية أننا الآن لسنا بصدد تأسيس جديد، لننظر حقيقة في الاختيارات التي تم وضعها في مشروع الدستور. قيل لي لا، هذا سابق لأوانه، هذا ربما يأتي في مرحلة لاحقة. قلت هذا اختياركم، ولا أقبل أبدا بأن أدخل لتنظيم انتخابات في ظل هذه الأوضاع. رفضت في ثلاث مناسبات عكس أيضا ما يروج له الكثيرون، ولكن تم تداول الاسم من قبل الوسائل الإعلام، وقيل أنني كنت في قائمة الثمانية. وهذا ما يعرفه أغلب الناس. نعم ما يعرفه أغلب الناس، إلى أن بقي اسمي فقط. نعم بقي اسماني فحسب، لكن تداول وسائل الإعلام هذا الاسم ربما طرح، ولكن كنت رفض أصلا. أما قالوا لا، هذا ليس وقته، هذا ما تطلبه كثير والدولة لا تحتمل. قلت هذا اختياركم ولي اختياري، لن أقبل بأن أكون أداة فقط لتنظيم الانتخابات أو تنظيم التحقيق ما أنتم قد اتفقتم عليه. معناها بالنسبة ليك كنت رفضت يعني شرط من شروط نعم قبولك. نعم أنه شرط تنظيم الانتخابات على قاعدة العدالة. نعم هي فتح ملفات الفساد. نعم محاسبة الفاسدين. نعم تنظيف الأرضية ثم بعد نعمل الانتخابات. ثم بعد ذلك تأتي الانتخابات. معناها ما تجيبش تكون انتخابات في ظل. نعم في ظل هذا الوضع. معناها ثم هناك على الأقل عدم وضوح. نعم. ثم هناك استغلال للمواقع، استغلال المناصب، استغلال المواقع، ثم يعني يفترض أن نفتح الملفات، نعرف ماذا جرى، ماذا حصل. لكن ما استمر ملفات أستاذ قيس. لا لابد من فتحها، وأنا كنت حتى في السابق سامحني أن نعم. نذكرك بمعلومة. نعم. فقط في السابق ذكرت أنه ثم 460 نعم معناها ملف أهم ملف، لكن بان انه مثل هذا الرقم خيالي، معناه مش موجود. ليس خياليا، والله فرصه لاذكر بهذا. يعني في اطار تصوري للعداله الانتقاليه اقترحت ان يتم انشاء هيئه قضائيه تتركب من 5 قضاة، 3 من القضاء العدلي، و1 من القضاء الاداري، و5 من القضاء المالي، تتولى الاشراف على 6 دوائر. الست دوائر، الدائرة الأولى تنظر في ملفات الفساد السياسي والإداري، وتتركب من لا أريد يعني تتركب من قضاة وربما ممثل يتم اختيار المسائل التفصيلية الإجرائية. الدائرة تنظر في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي، دائرة تنظر في قضايا حقوق الإنسان، دائرة تنظر في قضايا الشهداء والجرحى في كل مناطق الجمهورية تجمعها كلها، دائرة تتولى النظر في جبر الأضرار، ودائرة سادسة هي التي تتولى الأرشيف والتأريخ نعم. وتعمل كلها تحت هذه الهيئة العليا القضائية. وبالنسبة للمقترح يعني فرصة ولو أنه تجاوزه الزمن، يعني هذه الأرقام لم أأتي بها من عندي، 460 والرقم الذي ذكرته المبالغ المطلوبة
هي من نعم من 10000 مليار مليم 13500 مليار مليم قاموا بكل جهدهم اطراف المتعدده لاجهاض هذا المشروع. وانا قلت ربما تذكرون ذلك يتم ترتيب هؤلاء من قبل هذه الدائره وتحت اشراف الهيئه القضائيه العليا ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم، ويتم ترتيب المعتمديات ال 264 ترتيبا تنازليا من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا. ويتبنى كل واحد من هؤلاء المحكوم المحكوم عليهم المشاريع التي يطالب بها المواطن والمساكن، تنوير عمومي، ما صالح للشراب الى اخر ذلك. معناها نجم نحوصوا احنا النتيجه هنا تقريبا تصوري للعداله الى جانب العداله البلاكات السياسيه والاداريه. هذا ما عادش ممكن يتحقق تو للاسف، ولكن يمكن. استاذ قيس علاش ما عادش ممكن يتحقق واقعيا؟ احنا ايش عندنا واقعيا؟ انه الملفات ما عادش موجوده. لا موجودة، لو تتوفر الإرادة هي موجودة، ولو يتوفر خطاب سياسي واضح. وإذا كان الملفات وقع أتلافها، يمكن إعادة التركيبة، ويمكن هناك ما زالت ملفات، ويمكن معرفة الحقائق، لكن لابد من إرادة واضحة صادقة وجريئة. رجل الدولة الحقيقي سواء كان منصبه رئاسة الجمهورية أو رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة يجب أن يصنع التاريخ، يجب أن تكون أن يكون خطابه واضحا في مستوى الأمانة التي يتحملها. معنى الخشية هناك، نعم. كل خشية من أن وقعت التسوية بشكل أو بآخر. لا أعلم بالضبط، لا أريد أن أتهم أحد، ولكن قالوا بعد ذلك العدد هو 40 ثم 17 وأن المبالغ هذه خيالية وغير صحيحة. لما أتي بها من عندي هذه تداولتها وسائل الإعلام واستقيتها من أعلى مصدر في الحكومة التونسية في ذلك الوقت. بعد ذلك قالوا غير صحيحة. طيب هاتوا هذه المبالغ، أين ذهبت ولماذا؟ والكل يعلم أن مبالغ هامة في سنة 2011 وفي سنة 2012، نعم، حوالي نصف ميزانية تونس، لماذا لا تذهب للمحروم وللمهمش، يعني الذي سرقت منه في نهاية المطاف، تذهب إليه مباشرة. لم أطلب في الواقع، قال البعض هذه ترتيبات وهذه مساومات وهذا ابتزاز، لا أريد أن أذكر بالأسماء، هم لم يطلعوا أصلا على المشروع وباتوا ينقضونه بدون أي علم بتفاصيله، ولا أعلم من أين أتوا ولماذا قدموا رفضوا. حتى بعض الأطراف التي يفترض أنها بعيدة عن هذه المسائل يعني قامت بحملة مسعورة لتشويه هذه الفكرة ثم لإجهاضها. طيب أجهضوها، وأين ذهبت هذه الأموال؟ هو المفروض مليم واحد سرق من أي مواطن تونسي يعود لتونس وللمواطنين التونسيين، فما بالك بمثل هذه المبالغ. أنا لا أتهم أحد ولا وجه الاتهام لأحد، ولكن ما أردت بهذا المقترح إلا خيرا بتونس، ولا يعنيني الجهة التي هي في الحكم اليوم أو الجهة التي هي في المعارضة اليوم، لا تهمني إطلاقا، يهمني المواطن التونسي. وعلى السلطة بالفعل أن تكون في مستوى صناعة التاريخ من جديد. للأسف هم لم يقدروا على ذلك، لذلك قلت من بين أسباب الفشل هو هذا الخطاب السياسي المرتبك الذي لم يرتقي إلى هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها تونس. نعم، هي طموحات الناس جميعا وطموحات الشباب، طموحات الشعب التونسي، ولدينا ثروات في تونس بشرية ومادية من تمكننا بالفعل من أن نبني نظاما ديمقراطيا وطنيا حقيقيا. يكفي فقط تصور مثل هذه الآليات، وتصور آليات تمكن الشعب من التعبير الكامل والصادق عن إرادته. ومن منطلق الإيمان أن نجم نبني حاجة جديدة، مش نقعد نخدموا بالآليات القديمة، نعم، ونهموا أنفسنا، نعم، أن قاعدين نصنع في وضع جديد وفي واقع، نعم، جديد إلى غير ذلك. يخيل إلينا تحت الدستور ومرحلة انتقالية ليست للأسف مرحلة انتقالية، لأن الانتقال يقتضي توفر جملة من الأسباب، ويقتضي أيضا أن تكون هناك قرارات حاسمة تقطع مع الماضي وتؤسس لنظام سياسي وإداري جديد. إذن أستاذ قيس الآن مش نجيو لأخر ركن من الحلقة هذه، وهو أسئلة للضيف. نعم. نتابعوا الأسئلة هذه سؤال فسؤال وتتولى الإجابة عليها. عندك شي سؤال تحب تطرحه للأستاذ قيس سعيد؟ والله يشرفني باش نسأل أستاذ القانون الدستوري، لكن سؤال عندي فيه توجه فلسفي، وأنه يتقن الكلام ويحذق الخطابة، ولكن نقول له أين هذا من كل ما يحصل في الواقع؟ فماشي إمكانية باش
تحاول قدر الإمكان توظف هالفلسفة هذه النظرية المهمة جدا، وكيفاش تستثمرها وتطوعها مع الأحداث اللي قاعدة تحصل اليوم في تونس. أشكره على هذه الملاحظة، ولكن ليتأكد وليتأكد غيره من المواطنين التونسيين أنني لن أبخل ولو للحظة واحدة للمساهمة في هذه المرحلة حتى نبني نظاما ديمقراطيا جديدا، ونبني سلطة تقوم على السيادة الكاملة للشعب التونسي. أين نحن من هذا؟ قد يكون هذا بمثابة الحلم، ولكن سنعمل من أجل تحقيقه، لنحققه معا، لنحققه حينما تعود السلطة إلينا. نحن قادرين بالفعل في تونس بالإمكانيات المتوفرة لدينا من أن نحقق هذه الأحلام. هذا حلمنا اليوم، وللأحلام بقية غدا إن شاء الله. نسأل سي قيس سعيد، هل أن الانتقال الديمقراطي هذا سيصل بنا إلى ديمقراطية حقيقية أم إلى دكتاتورية؟ ونلتمس فيه أنه يعني نحس فيه أنه عنده ميل للتيار الإسلامي، فنقول له رأيه هل أنه الانتقال إلى تأسيس دولة إسلامية في تونس يعني ممكن نسير فيه ولا لا؟ هل سيحقق الانتقال الديمقراطي؟ لا أعتقد ذلك، بالنظر إلى ما نشهده اليوم من اتفاقات تعقد أحيانا ولا نعرف كيف تعقد، بل فقط نعرف نتائجها ونعرف ما يحصل إثر عقد هذه الاتفاقات أو الصفقات. بالنسبة إلى انتماء السياسي، حزبي الوحيد، ولو أنه ليس حزبا هو تونس، ليس لدي أي انتماء لا في السابق ولا اليوم ولا غدا. وأما بالنسبة أنه قال ينتمي إلى التيار الإسلامي، أنا مسلم قبل النهضة وليس بحركة النهضة أو بأي اتجاه ديني آخر، مسلم وذلك اختياري والحمد لله على ذلك أنني مسلم، يعني لست وصيا على أي كان في معتقده. ربما يتهيأ للبعض حينما أتحدث باللغة العربية أنني أنتمي للتيار الإسلامي أو لي مرجعية نعم ديني هو الإسلام، ديني وهذا شرف لي وأحمد الله على ذلك، أقولها دائما أنا مسلم هذا اختياري. و كما قالها ربما لمن يريد أن يسمع ذلك، أقول ما قال حمزة بن عبد المطلب: إنني على دين محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما يقول، فليردها علي من يستطيع. كتابة الدستور ما تطلبش مدة طويلة، احنا تو عندنا أكثر من عامين وما قيناش كتاب، ما عندناش دستور واضح، وكل مرة يقولونا مشي تكتب دي سي شهر آخر، يعطيونا مدة وفي الأخر ما ثماش. معني أنا حسب هو كخبير يقول لنا شيل المدة، وقت اللي يعطيونا خبراء معناها يكتبوا فاعلين باش يكتبوا الدستور، وعندوش اقتراحات بيسكو المجلس التأسيسي ما هو مش حابين يمشيوا، والحكومة ما هيش حابة تحل المجلس التأسيسي، عندوش اقتراح للنواب باش يسرعوا في كتابة الدستور في أقرب الأجل. الاقتراح الذي يمكن أن يقدموا عليهم أن ينهوا هذه المرحلة الانتقالية وينهوا وجودهم القانوني بأنفسهم. إن أرادوا أن يضعوا الدستور في فترة قريبة بإمكانهم أن يضعوه بالفعل في ظرف أسابيع قليلة، ولكن لا يبدو ذلك ممكنا في ظل الأوضاع الحالية، على الأقل بالنظر إلى أن الصراع ليس صراعا حول الدستور، ولكنه صراع محموم على السلطة تحت عباءة الدستور. شنو هو مشروع الإنقاذ اللي لازم تو يصير باش ينقذ تونس في الحالة هذه؟ الإنقاذ أعتقد طريقه وحيدة، وهي البناء من القاعدة نحو المركز. اسمحوا لي بأن أعيد ما كنت قلته حتى نستعيد السيادة كاملة، وحتى يكون هناك نظام ديمقراطي وطني، لابد من قلب هذا التنظيم السياسي والإداري، لابد من قلب الساعة الرملية، لنبني من الأسفل
من المحلي بانتخاب مجالس محلية إلى انتخاب مجلس وطني ينبثق عن هذه المجالس المحلية في كل معتمدية وعن هذه المجالس الجهوية في كل ولاية. في ذلك الوقت سوف تظهر سلطة تشريعية تستجيب للمطالب الحقيقية للتونسيين. كثرة القوانين وقلة التطبيق يلزم الدولة كي تقول أنا دولة القانون والمؤسسات مالوريزمون يخرجوا قوانين أكثر من الدول الأوروبية والتطبيق ربي يجيبه. نعم بالفعل من بين أهم الأسباب في هذا الوضع الذي عرفته تونس لعقود طويلة هو هذه القطيعة الحاصلة بين البناء القانوني وبين التطبيق، وهذا له أثر بالغ حتى في مستوى ممارسة المواطنين كل يوم. يعني مع التجاوزات القانون موجود ولكن التجاوزات بدورها موجودة، وهناك يعني في مستوى الخطاب السياسي دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان إلى غير ذلك ممن نسمعه تقريبا كل يوم، ولكن الممارسة في كثير من الأحيان في قطيعة تامة مع هذا القانون. نحن بحاجة إلى دولة قانون نعم، ولكن بحاجة إلى مجتمع قانون يؤمن الفرد فيه بالقانون وبالاحتكام إليه، ولكن هذا لا يمكن أن يقع إلا إذا كانت السلطة معبرة عن الإرادة العامة والسلطة تحت رقابة المواطنين أنفسهم، لأن الدول الديمقراطية العريقة في الديمقراطية يساءل فيها رجل الدولة والمسؤول حتى في أعلى درجات المسؤولية داخل الدولة من قبل المواطنين. أي ماذا بينا نعرف شنو الحل الشباب التونسي اليوم؟ اسكو يزيد يستنى معنا اكثر على البلاد هذيه وشنو دوره مش يكون في الانقاذ، والا كيما نسمع معنا الشباب الكل نحبوا نهجم البلاد ما عادش مخدم ما عادش، اسكو احنا الحل بيدينا ولا نقعدوا نستناو عام عامين ثلاث سنين اخرين حتى يكتبوا لنا معناها مسوده نتاع الدستور؟ لا الحل نعم هو بيد الشباب، والشباب هو القادر بالفعل على تقديم الحلول، فلنفسح له المجال لان يكون فاعلا وسيبدع، وهو قادر بالفعل على كل أنواع الإبداع. ما أبدعه من آليات في سنة 2010 و2011 وما أبدعه من آليات بعد ذلك يدل على أن الشباب التونسي قادر على أن يأتي المستحيل، ولكن ليتمكن من ذلك لابد من تنظيم جديد يتيح له الفرصة ويفتح أمامه الطريق، وهو قادر بالفعل على أن يفتح الطريق واسعة حتى يكون هو الفاعل الأول في المستقبل. بلا نقول سي قيس سعيد شبيه مش حابب يعاوننا شوية ويرشح روحه للرئاسة من دام إنسان نزيه وإنسان نظيف ونسمع عليه كان في البيه، علاش ما يقومش بالواجب الوطني؟ رئاسة الحكومة لا الأمر لا. رئاسة الحكومة كنت لما وقع الاتصال بي اشترط أن تفتح الملفات المغلقة في القطاعات كلها حتى نحقق العدالة ونحقق الانتقال المذكور. لا أريد أن أكون أداة بأدي أي كان، قلت أتقدم ببرنامج لمدة معينة في إطار تصوري للعدالة الانتقالية كما تصورتها، فقيل لي أن الوضع لا يحتمل ذلك، الوضع يقتضي تنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن. فقلت لهم بكل وضوح أنني لا يمكن أن أنظم انتخابات في هذا الظرف، ولا يمكن أن أكون أداة لتحقيق اتفاقات بين مجموعة من الأحزاب. هذا مشروعي وهذا خياري، ولكم خياركم ولكم مشروعكم، هذا الذي رددته على مسامعي أكثر من طرف. إذن نشكرك أستاذ قيس على تلبية الدعوة ونشكرك زاد على الإجابات الضافية هذه، نتمنى لك التوفيق. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، أرجو أن يجمعنا لقاء جديد، وأرجو أن تتاح لي الفرصة للحديث عن هذه المسائل وغيرها في مناسبة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين بالكيفية هذه نختم حلقة الليلة اللي استضفنا فيها أستاذ القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد.
على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله.